جود نايتين. الفول الحجازي المبخر على أصوله. يلا تعالوا معي نشوف الوصفة. نحمص بصل وثوم بالزيت، ملعقة كبيرة صلصة طماطم، ملعقة صغيرة كمون ورشة ملح. نقلب بندورة مفرومة أو مقطعة قطع صغيرة ونخلط أي نوع فول. نخلط لين يبقبق الخليط. أضيف زيت زيتون وعصرة قطرة ليمونة وملعقة صغيرة طحينية سائلة ورشة كزبرة مفرومة. أخلط. بخر الفول بالفحم والزيت. كذا الفول صار معي جاهز، قدمته بصحن التقديم. زينته بالبندورة أو رشة كمون وطحينية سائلة وكزبرة مفرومة. جربوا راح يعجبكم، متأكدة هذه الوصفة بتكون إدمان. حبيتوا المقطع طلعوا إكسبلور.